السلام عليكم أطفال نازنين يكبر دیگر خوش آمدید به ویدیو جدید درس قاعده نورانی درس هفتم انشاءالله برای شروع میکنیم حرف الف صغیره یا صغیره و واو صغیره ایره میخوانیم بسم الله الرحمن الرحیم با ضرب الف صغیره با يا زر يا ألف صغيرة يا را زر را ألف صغيرة را ميم زر ما ألف صغيرة ما لام زر لا ألف صغيرة لا واو زر وا ألف صغيرة وا نون زرنا ألف صغيرة نا حمزة زبر ألف صغيرة ها زر ها ألف صغيرة ها عين زرعا ألف صغيرة ع حاضر حاء ألف صغيرة حاء غين زرغاء ألف صغيرة غاء خازر خاء ألف صغيرة خاء تازر تاء ألف صغيرة تاء ثا زر ثا ألف صغيرة ثا جيم زر جا ألف صغيرة جا دال زر دا ألف صغيرة دا ذال زر ذا ألف صغيرة ذا زا زر زا ألف صغيرة زا سين زر سا ألف صغيرة سا شين زر شا ألف صغيرة شا صاد زر صا ألف صغيرة صا ضاد زر ضاء ألف صغيرة ضاء طاء زر طاء ألف صغيرة طاء زاد زا زر زا ألف صغيرة زا فا زر فا ألف صغيرة فا قاف زرقاء ألف صغيرة قا كاف زرقاء ألف صغيرة كا ألف زر إي صغيرة يي إي ها زر هي صغيرة يي هي حاضر هي صغيرة يا هي واو پیشو صغيرة واو حمزة پیشو صغيرة واو خوب اطفال نازنین ای بود درس امروزی ما که می جب پایان رسید انشاءالله با یک درس دیگر در خدمت شما حاضر میشیم. السلام علیکم و رحمت الله.